Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ala ba'd. Alhamdulillah. Syukrulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala an nalqaki maratan ukhra fi hadha al-yawm fi hadha al-usbu' al-jadid. Kayf halukum jami'an? Alhamdulillah, asakum khair bi'idhnillah. Wa al-an nuwasil inshaallah, ya? محاضرتنا ولكن بعدم وجودي معكم لأنني الآن موجود في UUM إن شاء الله. ومن خلال هذا الفيديو سنتعلم الموضوعات الجديدة بإذن الله. طيب نبدأ إن شاء الله. طيب في هذا اليوم إن شاء الله الموضوع الذي سنتكلم في هذا الأسبوع العاشر هو موضوع عن تعجيل المهر وتأجيله. تعجيل أو يعني ترفع في هذا الوقت في وقت العقد أو تأجيله أو تأخيره أو ترفع مؤخرا. طيب لا يشترط كما عرفتم لا يشترط تعجيل المهر، بمعنى أنه يجوز لك أن ترفع بعد مدة معينة، بل يصح تأجيله كله قبل الدخول، لكن بشرط التأجيل هذا يحدث قبل الدخول أو تأجيل بعضه أو تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول. أي يجوز أيضا أن تدفع نصف مثلا جزء من المهر. طيب جزء من المهر ترفع الآن أثناء العقد أو بعد العقد مباشرة، ترفع نصف من المهر، ثم بعد ذلك بعد شهرين هكذا ممكن ترفع الباقي. يجوز لك أن تفعل كذلك لكن بشرط هذا. طيب أو تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول، يعني ترفع قبل الدخول نصف من المهر ثم ترفع بعد الدخول نصف المهر الآخر. ولكن يشترط أن يكون الأجل محددا، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون المدة غير مذكورة، بمعنى أنك حينما تقول أن أؤجل المهر لابد أن تذكر إلى متى، إلى الشهر، إلى شهرين، إلى سنة، لابد أن تذكر هذه المدة. طيب وذلك لأن المهر ملك للزوجة، الزوجة لها حق في أن تؤجله أو لا تؤجله أو يعني تؤخره، يجوز لها ذلك، لأن المهر ملك لمن؟ المهر ملك للزوجة، فلها حق في التعجيل والتأجيل ما شاءت منه، لأن هذا خيار لها أنها تريد أن تأخذ المهر كله هذا الآن بعد العقد أو ممكن تؤجله إلى وقت معين. طيب ثم متى يسقط المهر كله؟ يسقط المهر كله عن الزوج إذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول. هذا واحد من سبب من الأسباب الذي يسقط المهر، أي سقط المهر كله عند الزوج إذا فارقت، أي بمعنى إذا كانت المرأة فارقت زوجها يعني قبل الدخول يسقط أو لا يجوز أو لا يجب على الزوج أن يدفع المهر. وكان هذا الفراق ناشئا بسبب منها، يعني السبب هذا سبب الفراق يأتي من من؟ يأتي من الزوجة. إذا كان السبب من الزوجة فيسقط المهر. المثال هنا مثلا إذا أسلمت المرأة، يعني كانت مشركة مثلا غير مؤمنة ثم أسلمت، إذا أسلمت سقط المهر. وإذا أيضا انفسخ النكاح، طيب فانفسق النكاح أو ارتدت، كانت مسلمة ثم ارتدت وسقط المهر أيضا، أو فسقت النكاح لعيب في زوج، وجدت مثلا بأن النكاح عيبا في زوجها، إذن عليها أو لها حق في فسخ هذا النكاح. وإذا انفسخ النكاح فسقط المهر. طيب أو فسخ الزوج النكاح لعيب فيه، أو الرجل الذي فسخ النكاح لسبب أو بعد أن عرف
أو بعد أن علم أن فيه عيب ففسق النكاح. فأيضا في هذه الحالة سقط المهر. طيب، فإنه يسقط المهر في هذه الحالات كلها كما عرفنا، كلها هذه الأسباب أو حالات التي ذكرناها سابقا، لأنها هي سبب في هذه الفرقة، لأن الأسباب التي ذكرناها كلها جاءت هذه الأسباب من المرأة، وهي المختارة لها، يعني أنها التي تختار، أنها تختار أن تفسخ النكاح، وإذا فسخت النكاح فسقط المهر باختيارها هي، فكأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض. كأنها مثلا هذه مثلا مهر، طيب هذه مثلا هذا مهر، المهر هل هذا يعني يعطي لمن؟ الزوج، يعطي للزوجة، ولكن هذا تستطيع أو يمكن كسرها، ممكن تكسرها وقطعها. إذا مثلا هذا المهر، هذا الزجاجة مثلا مصنوع من الزجاجة، فسقطت إذا سقطت هذا انكسر أي أو ممكن أصبحت مقطوعة منكسرة. إذا قبل هذا يحدث قبل التسليم. إذا فسدت هذه الزجاجة فليس لها حق في تسليمها، أو لأن هذا غير موجود، فسدت يعني. لا، مثل هذا أيضا المثال، إذا رفضت أو إذا كان السبب في فسخ النكاح من المرأة فليس لها حق في المهر. ثم ننتقل الآن إلى موضوع جديد وهو المتعة. طيب المتعة، ونعرف الآن إن شاء الله تعريف المتعة ولمن تجب المتعة. طيب المتعة بضم الميم مشتقة من المتاع، يعني أصل الكلام من المتاع، وهو ما يستمتع به وينتفع به، أي أي شيء التي يعني أي شيء الذي لك أن تستمتع به أو يستفيد منه أو ينتفع من هذا الأمر، هذا يعتبر المتعة في معناه الأصلي. والمراد هنا مال، لكن المراد من ناحية الشرعية بتعريف المتعة هنا مال، يعني لابد أن يكون مال يجب على الزوج دفعه لإمرأته المفارقة له بطلاق أو فراق، هذا معنى المتعة. المتعة لابد أن تكون من المال. طيب المال من أين يأتي هذا المال؟ المال هذا يأتي من الزوج، الزوج الذي يدفع أو يعطي هذا المال إلى زوجته بعد الفراق أو بعد الطلاق. طيب أو فراق، الطلاق أو فراق، هذا يسمى ما يسمى بالمتعة. طيب المتعة واجبة للمرأة في الحالات التالية، هناك يعني أسباب في وجوب المتعة، يجب على الزوج أن يدفع المتعة في حالات معينة، منها أولا إذا طلقت بعد الدخول بها. طيب أولا إذا طلقت، أي إذا كان الرجل طلق زوجته قبل الدخول، ففي هذه الحالة يجب، عفوا ليس قبل الدخول، بعد الدخول. طيب إذا طلقت بعد الدخول بها، أي إذا تزوج الرجل امرأة فدخل بها، أي يعني استمتع بها أو جامعها، ثم بعد حدث هذا الجماع مثلا بعد الدخول طلق الرجل هذا زوجته، طيب في هذه الحالة يجب على الرجل أن يدفع المتعة. ثم الباء، إذا طلقت قبل الدخول، قبل هذا الأول كان بعد الدخول، ولكن هذا الثاني قبل الدخول، يعني قبل الدخول إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أيضا يجب على الرجل أن يدفع المتعة، ولكن ولم يكن سمى لها مهر في عقد الزواج، أي بمعنى أن الزوج أثناء العقد لا يذكر المهر. مثلا يقول الولي يقول للزوج زوجتك بابنتي كذا وكذا، خلاص
ولم يذكر المهر. في هذه الحالة ولو يعني حاجة يحدث يعني قبل الدخول يجب أيضا على الرجل أن يدفع المهر، أن يدفع المتعة لزوجته. طيب. ثالثا إذا حكم بفراقها لزوجها، أي إذا حكم القاضي الفراق بينهما، طيب، وكان الفراق هذا بسبب منه، أي مثلا بوجود يعني مثلا سبب أو عيب من الزوج، لكن ثم مثلا القاضي يحكم بفراق بينهما، وكان الفراق بسبب منه مثلا كردته، طيب مثلا الرجل هذا كان مسلما ثم أصبح مرتدا، ثم إذا كان مرتد ثم طبعا يعني يجب الفراق بينهما. وفي هذه الحالة يجب أيضا على الرجل أن يرفع المتعة لزوجته. وكذلك إذا لاعن مثلا ملاعنة، مثلا الرجل قذف زوجته بالزنا، هذا يعتبر لعن. طيب إذا كان هذا اللعان يحدث فيجب في هذه الحالة أيضا لزوج أن يدفع المتعة. وكان هذا الفراق قد وقع قبل بعد الدخول، هذا يحدث بعد الدخول، ولكن بشرط ألا يكون قد سمى لها مهر في عقد الزواج أيضا مثل الثاني. هذا يحدث، طيب يحدث الفراق بسبب منه مثل ردته أو لعانه، وكان هذا الفراق وقع بعد الدخول، لكن هناك شرط آخر ألا يكون قد سمى، أي لا يذكر الرجل هذا لا يذكر المهر في عقد الزواج. أما المرأة المطلقة قبل الدخول، طيب المرأة المطلقة أي الرجل الذي طلق زوجته، لكن هذا الطلاق هذا يحدث قبل الدخول وقد سمى لها مهر وذكر المهر أثناء العقد، طيب فلا متعة لها، أي الرجل لا يدفع المهر، فلا متعة لها، أي الرجل لا يدفع المتعة للزوجة التي طلقها قبل الدخول، لأنها قد نالت نصف المهر، لأن المرأة هذه المطلقة طيب قد نالت، أي قد حدثت أو قد حصلت نصف المهر، أي المرأة التي طلق زوجها يعني يجوز لها أو لها حق في نصف من المهر، وهي لم تبذل زوجها شيئا بعد، وهي لا تعمل شيء، لا تخدم مثلا لزوجها ولا تعمل أي شيء لزوجها، وبذلك لها حق في نصف من المهر فقط. ودليل وجوب المتعة ومقدارها قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، الآية من سورة البقرة. وأيضا قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذن لو ننظر إلى هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، أي حدث إذا حدث الطلاق ما لم تمسوهن، أي الطلاق هذا يحدث قبل الجماع، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، هنا أسلل هنا ومتعوهن، أي يجب عليك أن تدفع المتعة، متعوهن أي المتعة هنا، وعلى الموسع قدره وعلى المقدر قدره، يعني على الرجل الذي له يعني على قدر الاستطاعة، إذا كان الرجل يعني يستطيع أن يدفع كثير فيرفع كثير، ولو لم يعني يستطيع يدفع قليل، لو يستطيع يرفع قليل فيرفع قليلا فقط حقا على المحسنين. متاعا أيضا يذكر هنا متاعا، أي المتاع المتعة بالمعروف حقا على المحسنين. وهذه الآية الثانية أيضا وللمطلقات متاع، أي ذكر الله سبحانه وتعالى المتعة في هاتين الآيتين، هذا دليل على وجوب المتعة.
ثم وكيف يعني نحدد، وكيف نحدد مقدار المتعة، كم ندفع المتعة؟ عند تقدير المتعة إما أن يتفق، يعني نوع خلاف، لا يوجد خلاف بين الرجل والمرأة. الرجل مثلا يريد أن يرفع 1000 ريال للزوجة والزوجة تقبل هذا، ما في مشكلة، طيب على مقدار. وإما أن يختلف، أحيانا بعد حدث، بعد حدوث مثلا الطلاق، قد يكون هناك خلاف بين الرجل والمرأة. إذا اتفق يعني بين الرجل والمرأة ما في مشكلة، لا يحدث شيء هنا. وأما اختفق وإما يختلف، أحيانا يختلف لا يوافق، الرجل يريد أن يدفع مثلا 1000 ريال والمرأة تقول لا 1000 ريال لا يكفي، لأن الرجل مثلا رجل غني، رجل عنده 1,000,000 ريال مثلا في البنك، وطبعا 1000 ريال لا يكفي، إذا المرأة ترفض يعني لا تقبل. طيب ننظر إلى حالتين. الحالة الأولى فإن اتفق على مقدار معين من المال، قل ذلك المال أو كذب كان ذلك لها، أو إذا يوجد اتفاق لا يوجد خلاف بينهما، الرجل يريد أن يدفع 1000 ريال والمرأة تقول طبعا أقبل هذا المبلغ، خلاص ما في مشكلة، كان ذلك لها وصحت المتعة على ما اتفق عليه. طب إذا يعني قبلت المرأة هذا المبلغ فخلاص هذا المال لها، لا يوجد هناك أي مشكلة. ولكن إذا اختلف في تقديرها، أي المرأة لا تقبل المبلغ الذي يريد الزوج أن يدفع لها، وكيف نعمل؟ فإن القاضي في هذه الحالة يتولى تقديرها، أي القاضي الذي يحدد المبلغ أو كم يعني من المال يدفع الرجل لزوجته في هذه الحالة، معتبرا حالهما نظرا لحالة لكل من الرجل والمرأة. كيف نحدد؟ يعني الحد يعني المبلغ ليس مبلغ واحد، ننظر إلى حال الزوج وحال الزوجة أيضا. مثلا من يسار الزوج وعساره، إذا كان الرجل رجل غني يسار، أو رجل عسار مثلا رجل في حالة الفقر مثلا، هذا عنصر واحد، العنصر الأول. العنصر الثاني نسب الزوجة وصفاتها، نسب ننظر إلى من جهة أبيها مثلا أو والدها، ومثلا من جهة يعني الأسرة، هل الأسرة هذه أسرة غنية أو أسرة لها منصب، مثلا إذا كان المرأة هذه بنت للسلطان مثلا، هذا طبعا متعة هذا تختلف. وكذلك صفاتها، صفات المرأة هذه، إذا كان المرأة مرأة صالحة، مرأة يعني مثلا مؤدبة، صالحة مؤدبة وأيضا تقية، وأيضا المرأة هذه يعني غنية أيضا، مثلا هذه مرأة مثقفة يعني لها عندها يعني مثلا شهادة من الجامعة مثلا، هذه كل هذه الصفات يعني تعتبر صفات التي نعتبرها أثناء تحديد أو مثلا تقدير المبلغ لهذه المتعة. كما قال الله تعالى ومتعهن على الموسع قدره، على الموسع على المثل الغني مثلا له قدره خاص له، وعلى المقتر قدره، وعلى يعني الفقير مثلا المسكين له قدر خاص له. طيب ولكن يستحب في المتعة ألا تنقص من 30 درهم، من 30 درهما، أي ويستحب يعني ليس بواجب، أنه سنة فقط. طيب في المتعة ألا تقل عن 30 درهم، يعني الزوج ولو كان يعني فقيرا ولو كان مسكينا يستحب له أن يعني يبحث المال حتى يكون المتعة، حتى لا تكون المتعة هذه أقل، لا تكون أقل من 30 درهم أو ما قيمته ذلك، وألا تبلغ نصف، وألا تقل نصف
طيب عفوا، والا تبلغ نصف مهر المثل، والا تبلغ اي لا تصل. يعني مثلا المهر متعة ليس كثير، المتعة يعني لا تبلغ نصف المهر. اذا كان المهر مثلا 1000 رينجت والمتعة لا يكون اكثر من نصف من المهر، اي ممكن لا يزيد عن 500 رينجت، يعني نصف من المهر، لان هذه متعة تختلف عن المهر. طيب الحكمة من تشريع المهر، الحكمة ما هي الحكمة في تشريع المهر؟ طيب أولا، تطيب قلب المرأة المطلقة إن مفارقتها بيتي الزوجية. طيب هذا تطيب القلب، لأن في كثير من الأحيان حينما حدث الطلاق، طبعا القلب غير مطمئن، فيه ألم في القلب. طيب للمرأة المطلقة، إذا حدث الطلاق هذا يؤثر أو يكون يعني يؤلم، يعني القلب يؤلم، يعني يجرح القلب يعني بسبب الطلاق هذا. إذا هذا لتطيب، يعني يكون مثلا القلب يكون أطيب وطيب بعد ذلك، بعد حصول على المتعة، فإن شاء الله يكون القلب أطيب ويكون إن شاء الله أفضل. ثم التخفيف من استيحاشها بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجها. يعني التخفيف من استيحاش معناه أنه طبعا كما قلنا، إذا حدث الفراق يكون يعني الشوق للزوج، يعني طبعا يكون يعني شوقا كثيرا، الشوق يعني يمسها بسبب هذا يكون التخفيف، يعني بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجها. أوكي. ثم كسر حدة الألم والكراهية التي قد يسببهما هذا الفراق. كسر حدة أيضا أحيانا حينما بعد حدوث الفراق طبعا يوجد الألم والكراهية، يعني someone hates each other for some reason, you know, that's why, you know, divorce takes place. So with the payments of mut'a, هذا ممكن يقلل أو يجعل الألم هناك، يعني يكون أقل إن شاء الله بسبب هذا المال. ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع جديد هنا، وهو العيوب التي يترتب عليها فسخ النكاح. العيوب. طيب العيوب التي يثبت فيها فسخ الزواج قسمان، يعني العيوب إذا كان العيب هذا يوجد في الزوجة، والعيوب هي العيوب هذه يجب أو يمكن أو يجوز للزوجة أن يطلب الفسخ. طيب القسم الأول، عيوب تمنع من الدخول. العيوب تمنع من الدخول، أي لا يمكن أن يحدث الجماع بين الرجل والمرأة، هذا يمنع من الدخول، أي يوجد شيء يمنع من الدخول، أي يجمع، أي يوجد المنع من الدخول. المثال الأول هو الجب هذا، إذا أي الجب والعنة في الزواج، والقرن والردق في الزوجة. طيب ما معنى الجب؟ الجب هي قطع عضوي التناسل عند الرجل. الجب هذا يعني طبعا إذا قطع عضو التناسل، عضو التناسل للرجل، أي عضو يعني آلته. طيب آلته مقطوعة غير موجودة. طيب إذا كانت الآلة غير موجودة كيف يحدث الدخول؟ لا يمكن أن يدخل، لأن الآلة غير موجودة. طيب الذكر غير موجود، إذا كيف يدخل؟ لا يمكن أن يدخل، إذا هذا يعتبر يمنع من الدخول. ثم ثانيا العنة. العنة معنى العجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار الذكر. طيب الذكر موجود غير مقطوع موجود، طيب ولكن ضعيف، ليس له قوة. طيب أي بمعنى أنه
لا ينتشر، لا ينتشر معناه أنه يعني لا يكون قويا، ضعيفا، ينام دائما هكذا. إذا هذا يعتبر العنة، بمعنى ليس امبوتنس أو في اللغة الملايوية أما تيبوجو. أوكي، إذا هذا أيضا مرض أو عيب الذي يجوز بسبب وجود هذا العيب يجوز للمرأة أن تطلب الفسخ. ثم القرن انسداد محل الجماع لدى المرأة بعظم. طيب هذه العيب هذا يحدث فقط للمرأة، يعني يوجد انسداد بمعنى هناك يوجد بلوكينج، يعني بلوكينج يعني لا يمكن أن يحدث الجماع بسبب وجود هذا بلوكينج لدى المرأة. هذا خاص للمرأة بعظم، يعني there is a bone you know in the entrance of the مكان للجماع للمرأة بعظم، هذا أيضا يعتبر العيب. ثم بعد ذلك الرتق انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم. طيب القرن يعني مسدود يوجد blocking for the woman but with the you know bone but this one with لحم، بسبب اللحم هنا انسداد محل الجماع أيضا لكن بلحم. طيب هذه العيوب، هذه كلها العيوب لدى الرجل والمرأة التي بهذه العيوب يجوز للرجل والمرأة أن يطلب الفسخ. طيب العيوب التي يثبت فيها فسخ الزواج قسمان، هناك قسمان. طيب طيب هذا الذي تكلمنا سابقا من هذه هو القسم الأول من عيوب، يعني عيوب هناك عيوبان، يعني نوعان من العيوب. العيوب أولا الذي تمنع من الدخول، هذه كلها العيوب التي تمنع من الدخول. ثم ثانيا في عيب أيضا عيوب ولكن عيوب هذا لا تمنع من الدخول. مثلا أمراض منفرة يعني نوع من الأمراض التي الناس لا يحبونها أو يكرهون هذا النوع من أو يفر، يعني runway normally people will dislike this type of you know عيوب. مثلا أو ضاره يعني بحيث لا يمكن لا مقام معها إلا بضرر، يعني مثلا الجذم والبرص والجنون، هذا نوع من الأمراض. يعني مثلا إذا كان يوجد هذا الأمراض في يعني نفس الإنسان فهذا يجعل الرجل أو المرأة لا يحب أو لا يستطيع أن ينام معه أو معها. مثلا بسبب المجنون، يكون الرجل مجنون، كيف أنت المرأة الزوجة تنام معه، وكيف الرجل إذا كانت زوجة مجنونة مثلا أو إذا الجزم والبرص يعني نوع من أمراض الجلد، فهذا لا يمكن. إذن هذا كله طيب العيوب هذه كلها لا تمنع من الدخول ولكن يعتبر أمراض منفرة. أيضا يجوز أو يمكن للزوج أو زوجة أن يفسخ النكاح أيضا. طيب مثلا إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنونا، طيب إذا كان زوجة جنون أو جذاما أو برصا ثبته الخيار، ثبت له أي ليس واجب لا يجب على الرجل أو المرأة الفسخ، لكن له خيار، إما أن يطلب الفسخ وإما أن لا يطلب الفسخ، خيار في فسخ الزواج سواء كان هو الآخر مصاب به، إما أن يكون مثلا رجل هذا غير مجنون والزوجة مجنونة، يجوز يعني له خيار للرجل أن يطلب الفسخ، أو الرجل مجنون أيضا. طيب رجل مجنون كيف يطلب؟ لا يمكن.
طيب ولكن مثال آخر، الرجل له برص، يعني مرض للجلد، والمرأة أيضا لها برص، إذن كل واحد منهما له عيب. طيب ولو إذا كان الرجل له برص والمرأة يعني لها أيضا برص، الرجل يجوز له أيضا بسبب في هذه الحالة أن يترك الفصل ولو كان عنده أيضا برص. وكذلك المرأة لو عندها مثلا جذام، عندها جذام، عندها مرض الجلد أيضا جذام، وعند الرجل أيضا عنده جذام، يجوز أيضا لهذه المرأة أن تطلب الفصح من الزوج، رغم أنها أيضا عندها أيضا مرض. ما هنا الزوج لها مرض زوجة والزوج له مرض، يجوز أيضا في هذه الحالة أن يطلب الفصح، لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. طبعا في هذه الحالة الإنسان يعاف، أن كان يعني واحد له مرض، عنده مرض مثلا، عنده مرض الجذام والنوع من هذا، إذا ينظر إلى نفسه ما في مشكلة، إذا كان مفتوح هذا يعني يوجد يعني في مثلا نقول في اللغة المالية كرة مثلا، ليس جزام ولا يعني برص، كرة مثلا، كل الأبدان يوجد كرة مثلا. طيب لو إذا كان الكرة هذا يعني في نفسك أنت ما في مشكلة، ما تشعر أي شيء يعني. لكن لو تنظر إلى زوجتك وزوجتك مثلا كرة كل جسمها، طبعا أنت يعني لا تحب هذا، لا تستطيع أن تعيش معها. وكذلك نرى هنا أنه ليس شرط أن يكون المرض له مثلا، أو ليس شرط أن يكون الرجل الذي يطلب الفصح أنه لا يجب أو لا يوجد المرض إنه، ليس شرط، بمعنى أنه لو المرض هذا يوجد في نفسه وأيضا في زوجته يجوز له أيضا أن يطلب الفصح، أي لا شرط أن لا يكون هذا المرض عنده. طيب وكذلك الزوجة لو يوجد المرض عندها وأيضا يوجد نفس المرض في زوجها يجوز لها أيضا أن تطلب الفصح. طيب ثم دليل ثبوت الخيار بهذه العيوب، دليل ثبوت الخيار لهذه العيوب من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار. هذه القصة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا أو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار. طيب فلما أدخلت عليه، أي حينما يعني أرسلت مثلا الرجل حينما بعد الزواج يعني أرسلت يعني شخص مثلا، أو ممكن الذي أرسل ممكن أبوها مثلا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزواج، فلما أدخلت عليه رأى بكشها بياضا، يعني يرى بكشها بياضا، أي يرى يعني في جزء من بدنها بياضا، يعني نوع من أمراض الجلد. فقال البسي ثيابك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة من غفار أن تلبس ملابسها، وألحكي بأهلك، بمعنى قال البسي ثيابك وألحكي بأهلك، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب وجود العيب في بدنها يعني نوع من أمراض الجلد، إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس ملابسها، ثم اذهبي أنت إلى أهلك. وقال لأهلهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها، ثم بعد ذلك يقول النبي لأهلها دلستم علي، أي أنتم حقيقة قد دلستم، أي أخفيتم العيب، أي أنتم لا يعني تخبرون عن العيب الذي وجد في بدن المرأة. طيب هذا دليل واضح على أنه إذا يوجد العيب
في بدن الرجل المرأة فيجوز بأي واحد منهم منهما أن يطلب الفصع. ثم دليل ثبوت الخيار بهذه العيوب ما روي عن الشافعي رحمه الله عن عمر الخطاب أنه فرق بين الزوجين للجذام والبرص والجنون. يعني هذا أيضا ما روي عن عمر بن الخطاب أيضا أنه فرق, أي أنه حكم بتفريق بين الزوجين لسبب الجذام بسبب أسباب المرض والبرص وأيضا والجنون. وقد ثبت في الحديث الصحيح فر من المجذوم كما تفر من الأسد كما ما روى الحديث هذا البخاري, أي فر من المجذوم أي نوع من أمراض الجلد, مثل هذا الجذام, هنا من المجذوم يعني هذا المجذوم يعني كوستا, كما تفر من الأسد يعني you have to go away from those who been affected with this type of disease, right? هذا اذا هذا دليل واضح على انه اذا كان للرجل المراه نوع من هذا العيب او مرض فيجب او يجوز لهما ان يطلب الفصح ان شاء الله. ثم بعد بعض الأحوال التي حدث العيوب هنا, مثلا حدوث العيب بعد عقد النكاح. طيب لأن العيب أحيانا يوجد قبل النكاح وأحيانا بعد النكاح. طيب إذا حدث شيء من العيوب السابقة بعد عقد النكاح يثبت حق الخيار في فسخ الزواج كما لو كان العيب قديما. طيب هنا بعد النكاح الرجل تزوج بامرأة, طيب ثم بعد العقد بعد الزواج يوجد أو حدث مثلا وجد الرجل هذا عيبا, عيب العيب هذا قد يكون قديم ليس جديد, عيب قديم, لكن متى يعرف الرجل العيب في جسم المرأة أو الزوجة؟ بعد الزواج, يعني بعد الزواج يجوز له أن ينظر, صحيح؟ حتى بدون ملابس, صحيح؟ طيب إذن في هذه الحالة يجوز للرجل أن يفسخ الزواج ولو كان العيب هذا كان قديما أو من زمان. لكن يستثنى من ذلك العنة فقط, في هذه الحالة العنة فقط فيه استثناء, أي يعني لا يمكن أو لا يعني له ليس له حق في الفسخ. فإنها إذا حدثت بعد الدخول فإن يسقط فإنه يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج بعد الدخول لحصول مقصود الزواج بالنسبة لها وهو المهر والوطء, وقد يتم ذلك قبل حدوث العنة. طيب العنة يعني النوع يعني الذي يمنع من الدخول للمرأة, ولكن إذا كان هذا الدخول يحدث يعني بمعنى أثناء الزواج يعني هذا لا يحدث. طيب إذا كان الرجل يتزوج بزوجته ثم دخل بها أي أثناء يعني يمكن له أن يدخل بها, أي يجوز يمكن له أن يجامع يعني زوجته, بمعنى العنة هذه غير موجودة بعد الزواج يعني لأن الجماع يحدث, فإنه يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج. طيب فإنه يسقط طيب لكن يستثنى من ذلك العنة فقط, فإنها إذا حدثت بعد الدخول فإن يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج لحصول المقصود. لعنة كما عرفنا العنة الزوج لا يستطيع أن يجامع زوجته, طيب بسبب ضعف آلة النسب. طيب العنة طيب فإن ولكن فإنها إذا حدثت بعد الدخول بمعنى العنة هذه حدثت متى؟ حدثت يعني ممكن بعد الزواج لأن قد حدث الدخول, فإن يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج في هذه الحالة لا يجوز للزوجة أن تطلب الفصل لأن
لحصول مقصود الزواج. مقصود الزواج منها المهر، يعني الرجل يدفع المهر، نعم يدفع المهر. والوطء أيضا، الوطء يحدث، طيب الوطء يحدث، وقد يتم ذلك قبل حدوث العنة، يعني قد يعني كل هذا يحدث، الوطء موجود، إذا المهر أيضا موجود، إذا في هذه الحالة ليس يوجب عيب أثناء العقد. هذا يحدث يعني بعد عقد الزواج. طيب ثم نتكلم بعد ذلك إزالة العيب. إذا كان للرجل المرأة عيب وهذا العيب يمكن إزالته أو يزيله، أو ممكن is able to remove it or in the way of treatment or something like that. إذن إذا أمكن إزالة الرذق بعملية جراحية. إذن for example مثلا إذا كانت العيب هذا مثلا العظم واللحم يمكن إزالته عن طريق الجراحية in the way of operation something like that. ورضيت بها الزوجة فلا خيار للزوج حينئذ. طيب مثلا المرأة لها يعني شيء يعني الذي يمنع من الدخول، ثم هي رضيت أن تذهب إلى المستشفى للجراحية أو to make to undergo the operation and then this problem can be removed. إذا في هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يفسخ الزواج. وكذلك إذا زال الجنون والبرص والجذام بالتداوى فإن حق الفسخ أيضا يسقط. إذا كان هناك الجنون والبرص كل هذه الأمراض إذا كان يمكن إزالتها بالتداوى أو بالتريتمن كيف إن حق الفسخ يسقط في هذه الحالة. ننتقل إلى موضوع آخر هو إزالة العيب وحق ولي الزوجة في فسخ النكاح. طيب ولولي المرأة، ولي المرأة له حق في فسخ نكاح بنته أو بنت لهذا الرجل بكل عيب إذا يوجد العيب في الزوج قبل عقد النكاح، يعني بشرط أن يكون قبل عقد النكاح، سواء رضيت الزوجة إما أن تكون الزوجة راضية بالعيب، يعني أنها تقول مثلاً لا بأس أنا أرضى بعيب الذي وجد في زوجي مثلا، سواء كانت هذا أو يعني العيب هذا رضيت الزوجة أم لا ترضى. طيب وليس لولي الزوجة حق الفسخ بعيب حادث بعد الدخول، ولكن الحق للولي لا يكون ثابتا إذا كان العيب يحدث بعد الدخول. نواصل. الفسخ على الفور والخيار في فسخ النكاح بهذه العيوب إذا ثبت إنما يكون على الفور، بمعنى أنه لا يجوز أن يعني يؤجل أو يؤخر في هذا الفسخ. إذا وجد العيب مباشرة يجوز أن يقدم مثلا الولي إلى القاضي ليفسخ النكاح، لأنه خيار عيب، يعتبر هذا خيار عيب، خيار يعني له خيار للزوجة أو لولي للزوجة، ولي للزوجة للمرأة الخيار في هذه الحالة بسبب وجود العيب. يجب المسارعة إلى الإعراب عن عدم الرضا، يعني يجب لمن لا يرضى بهذا يعني أن يخبر أو يعني مثلا هنا المسارعة في الإخبار، يعني لا يجوز التأخير في هذا. إذا وجد العيب مباشرة يذهب إلى القاضي ويشكو للقاضي ويقدم مثلا الطلب للفسخ، لا يجوز أن له أن يؤخر هذا، لأن هذا خيار عيب بسبب وجود العيب. فالزوجة تسرع يعني مباشرة مثلا يذهب أو تذهب إلى القاضي، وكذلك
ويسرع الزوج أيضا إلى رفع الحاكم. يعني الزوج الزوجة مثلا أيضا كل منهما يجب أن يذهب مباشرة إلى القاضي أو إلى الحاكم. والمطالبة بفسخ النكاح يعني يذهب إلى القاضي ليطلب من القاضي بفسخ النكاح. طيب ولو علم أحدهما العيب بصاحبه ثم سكت، كيف يحدث؟ كيف يعني ما هو الحكم إذا علم أحدهما العيب؟ مثلا الرجل يعرف عيب الذي وجد في زوجته، والزوجة أيضا تعرف مثلا العيب التي يعني الذي في زوجها، ثم سكت، لم يعمل الزوج شيء ولا تعمل الزوجة شيئا، سقط عنه حقه، سقط حقه في الفسخ، سقط حقه أي ليس له حق له أو لها في الفسخ. لماذا؟ لأنهما يسكتان، لأن الرجل يسكت وأيضا الزوجة أيضا تسكت. إلا إذا كان جاهلا أن له حق الفسخ، إذا كان جاهلا أي لا يعرف، يعني يرى مثلا أثر، يعني يوجد أثر بيض، يعني بيض ولونه بيض في جسم المرأة مثلا أو في جسم الرجل، وهذا الرجل لا يعرف هل أثر البيض هذا الأبيض هذا يعني يعتبر مرض أو غير ذلك، أي لا يعرف هذا. والمرأة مثلا لو حينما ترى نوع من المرض ولكن لا تعرف أن هذا هو المرض، ف تسكت أو يسكت الرجل بهذا السبب، فلا يسقط حقه في الفسخ. طيب ثم بعد ذلك الفسخ يحتاج إلى الرفع إلى القاضي، أي بمعنى أنه لا يجوز للرجل أن يفسخ النكاح بنفسه، ليس مثل الطلاق. الطلاق يجوز، يعني الطلاق يجوز للرجل أن يطلق زوجته بدون علم القاضي أو بدون إذن القاضي، ولكن حينما نتكلم عن الفسخ، والفسخ لابد أن يأخذ هذه القضية إلى القاضي، أي بمعنى أنه إذا طلب الرجل من زوجته الفسخ يعني لابد أن يقدم الطلب، يذهب إلى القاضي، والقاضي الذي يحدد أو يحكم إما أن يصح الفسخ أم لا يصح، أي بمعنى هذا بمعنى أنه لا يجوز أو لا يصح الفسخ إلا بإذن من الوالي، عفوا إلا بإذن من الحاكم أو القاضي. ثم بعد ذلك ضرب الأجل في العنة. طيب ضرب الأجل في العنة، وإذا ثبت أن القاضي مثلا ضرب الأجل إلى القاضي، إذا ثبت أن القاضي العين في الزوج ضرب القاضي سنة قمرية، فإذا زال عينه فذاك وإلا فسخ النكاح. يعني بمعنى ضرب الأجل هنا يعني يعطي الأجل، يعني الوقت معينا أو مدة معينة، أي القاضي حينما جاء مثلا المرأة وتشكو أن زوجها مثلا لا يستطيع أن يعني يدخل في الجماع مثلا بسبب العنة، يعني بسبب هذا impotent. ثم ماذا يعمل القاضي؟ القاضي يعطي للزوج فرصة لمدة سنة واحدة، ينتظر أو ممكن يذهب إلى المستشفى ويذهب إلى الطبيب وإلى الدكتور للعلاج، يعني for the treatment for the period of 1 year. If for example the problem, the importance, you know, the disease still there, not cannot be recovered or cannot be treated, for example after 1 year, only then the qadi will decide that the fasakh is valid. ودليل ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال في العنين يؤجل سنة، يعني هذا ما يحدث في عصر عمر رضي الله عنه حينما قضى على رجل له يعني مرض العنة، هذه يؤجل إلى سنة، يعني عمر رضي الله عنه يعطي لهذا الرجل للعلاج لمدة سنة، فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما. فإن قدر عليها يعني بمعنى أنه لو يستطيع أن ينتظر يعني لهذه المدة سنة واحدة فله ذلك، أي يجوز له
أن ينتظر، وإلا فرق بينهما، وإلا مثلا الرجل لا يستطيع أن ينتظر والمرأة أيضا لا تستطيع أن تنتظر لمدة سنة، فيجوز لكل منهما الفصل، يعني يجوز أن يفرق بينهما، ولها المهر، وللمرأة أن الرجل يجب عليه أن يدفع المهر، وأيضا وعليها العدة كما هو أيضا في الطلاق. طيب الآن ننظر إلى كيفية إثبات العنة. طيب سائر العيوب تثبت بالإقرار، طيب بمعنى أنه إذا كان الرجل عنده عيب ثم يقره أن يقول أنه عنده مرض كذا وكذا، فهذا يجوز أن يكون يعني دليلا على هذا العيب. هذا أولا إقرار من الشخص الذي له عيب. ثم ثانيا إخبار الطبيب، أي بمعنى أنه يذهب هذا الرجل المرأة إلى الطبيب إلى المستشفى، ثم الدكتور أو الطبيب يفحص ويعمل إجرائيات هكذا كلها، ثم يأتي يعني بالنتيجة، والنتيجة مثلا من نتيجة يعرف الرجل أن عنده عيب، فهذا أيضا دليل آخر على وجود العيب. أما العنة فلا تثبت إلا بإقرار الزوج عند الحاكم. أما بالنسبة للعنة، العنة كما عرفنا أنه مرض خاص للرجل، وهو يعني impotence يعني باللغة الإنجليزية، فلا تثبت إلا بإقرار الزوج عند الحاكم. والرجل شخص يعني شخصيا الرجل وحده الذي يثبت أو يمكن أن يثبت أنه عنده هذا النوع من المرض، أو غير الزوج إذا كان الرجل مثلا لا يقر أو يستحي، طبعا يستحي أن يعرف أو يعني يعترف أنه عنده مرض العنة هذه. فطريق آخر للإثبات هو يمين من الزوجة، اليمين أو القسم من الزوجة عند نقول الزوج عن اليمين، عند نقول بمعنى أنه أيضا يؤمر الزوج بالقسم باليمين. أولا مثلا أنه يعني لا يوجد الدكتور، الدكتور لا يعني لا يوجد الدكتور، ثم كيف نعرف أنه يوجد العنة؟ الرجل يجب أولا أن يأخذ اليمين، ولكن إذا رفض أو الزوج هذا الرجل لا يريد أو يرفض لا يريد أن يعمل القسم، طيب أو يدخل في اليمين، ففي هذه الحالة يجوز للزوجة يعني أن تعمل اليمين. طيب وهذا بيمين الزوجة أيضا يمكن أن يثبت أن للرجل ما هذا المرض العنة. طيب كيف تثبت عنة يعني مرة أخرى؟ فإن كان الفصل قبل الدخول سقط المهر. طيب هذا يعني موضوع آخر، نترك هذا كيف تثبت العنة، تكلمنا عن هذا، الآن هو الموضوع آخر. فإن كان الفصل قبل الدخول، إذا كان الفصل يحدث قبل الدخول سقط المهر، نسقط المهر كما هو أيضا في النكاح يعني في الطلاق، يعني إذا كان الطلاق يحدث قبل الدخول سقط المهر أيضا، وكذلك الفصل إذا حدث قبل الدخول سقط المهر. ولا متعة للزوجة، ولا متعة للزوجة، لأن متعة شرطها بعد يحدث الطلاق بعد دخول، لأنه إن كان العيب بالزوج فهي الفاسقة، ولو كان العيب هذا من الزوج، ولكن التي تطلب الفسق هي المرأة، هي المرأة تعتبر الفاسقة، وعليه فلا شيء لها يعني، وعليه فلا شيء عليها، ويعني عليه بمعنى أنه لابد أن يقبل الفسق. طيب عليه هذه عليه بمعنى عقوبة عليه، إذا يوجد العيب عند الزوج فعليه بمعنى أنه يعاقب بهذه الطريقة بالفسخ، لأنه قد لا يريد الفسخ ولكن بسبب وجود العيب هذا يعني، ثم بعد ذلك
الزوجة طلبت من الزوج أن يفسخ النكاح، ففي هذه الحالة كأن هذا يعني مثلا كنوع من العقوبة على الزوج، وبذلك والنتيجة من ذلك المرأة أو الزوج أيضا لا تحصل على شيء. وإن كان العيب بها فلا شيء أيضا، إذا كان العيب يعني موجود عند المرأة فطبعا لا يوجد أو لا تحصل على شيء أيضا، ولا مهر ولا 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 متعة، لأن الفسق إنما كان لسبب فيها، لأن سبب بسببها. طيب، فكانت كأنها هي الفاسقة أيضا، فكأنها هي الفاسقة، لأن ولو لم تكن هي فاسقة الذي يطلبه الرجل لسبب عيب الذي كان موجودا عند الزوجة، فرغم أنها لا تطلب فأنها تعتبر أيضا في هذه الحالة الفاسقة بسبب وجود العيب فيها. ثم إن كان الفسق قد حصل بعد الدخول، وكيف إذا كان الفسق هذا يحدث بعد الدخول ولكن بعيب قارن بالعقد، بمعنى العيب هذا يعني يأتي أو يحدث مع العقد، أو بعيد حادث بين العقد والدخول. طيب، بين العيب والدخول. طيب، الفسق إذا كان الفسق قد حدث بعد الدخول، يعني بعد أن جمع الرجل امرأته، بعد حدوث يعني الدخول، ثم وجد عيب بعد الدخول. طيب، ثم يحدث أو يوجد العقد، عفوا يوجد العيب مع الذي قرن بالعقد، أي بمعنى العيب هذا يحدث مع العقد، أو بعيب حادث يعني بعد الدخول والعيب هذا جديد، والعيب جديد بين العقد والدخول، يعني بعد العقد والدخول، هذا بين العقد والدخول، يعني ما بين مثلا العقد هذا يحدث في الصباح مثلا العقد، والدخول يحدث في الليل. إذا كان العيب هذا يحدث بين العقد يعني في الصباح، بين هذا الوقت يعني قبل والدخول، جهله الواطع العيب هذا لا يعرفه الرجل مثلا، فإنه يجب لها المهر المثل. لماذا؟ لأنه يحدث أولا بعد الدخول. طيب، ثم العيب هذا يأتي مع العقد، وأيضا العيب هذا حادث أو يحدث بين العقد والدخول الذي لا يعرفه الواطع، فإنه في هذه الحالة يجب على الرجل أن يدفع مهر المثل. طيب، ثم ثالثا، وإن كان الفسق قد حصل بعد الدخول، أو هنا بعد الدخول أيضا، وهنا أيضا بعد الدخول، والعيب إنما حدث أيضا بعده، يعني حدث الدخول ثم حدث العيب هذا حدث بعده، قبل الدخول يعني ما في مشكلة سليم، ما في مشكلة، ثم بعد الدخول حدث العيب، فإنه يجب للزوجة كامل المهر المسمى، فإنه يجب للزوج في هذه الحالة أن يدفع، لأن كل شيء تمام، ما في مشكلة، العقد موجود والدخول موجود، يعني كأنه لا يوجد عام غير ذلك، وفي هذه الحالة يجب على الرجل أن يدفع المهر للزوجة. بعد ذلك موضوع آخر هنا، عدم رجوع الزوج بالمهر على من غره. من غره بمعنى من يعني سكت، أو من كتم العيب، يعني الرجل مثلا الأب لا يخبر للزوج يعني العيب الذي كان موجودا عند المرأة، والمرأة أيضا تسكت لا تتكلم ولا تقول أن عندها عيب. طيب، ولكن حدث هذا عدم رجوع الزوج بالمهر على من غره، بمعنى أنه لا يرجع الزوج بالمهر على من غره، أي لا يجوز للرجل أن يطلب أن يأخذ يعني المهر الذي أعطاه للزوجة، لا يجوز أن يأخذ هذا المهر الذي أعطاه للزوجة، حتى ولو كان غره أي يكتم أو تسكت، الزوجة تسكت ولا تتكلم ولا تخبر عن عيب فيها.
بشرط أن يكون بعد 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 الدخول بعد الدخول إذا كان هذا بعد الدخول. طيب لماذا الاستيفاء منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد؟ لأن منفعة البضع يعني المقصود من هذا الكلام هو الجماع، لأن الجماع حدث، الرجل تزوج بامرأة، وعند هذه المرأة يعني عيب، المرأة لا تتكلم أو لا تخبر للزوج، والولي أيضا لا يخبر للزوج، ثم بعد العقد حدث الجماع، حدث الجماع. ورغم أن هذا أن الأب أو أن الولي لا يخبر والزوجة لا تخبر للزوج بوجود العيب فيها، وبسبب وجود الجماع في هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يأخذ أو يسترد المهر الذي أعطاه للمرأة ما دام العيب، بشرط العيب هذا موجود قبل الدخول، يعني قبل الدخول، هذا شرط. ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر وهو النشوز. النشوز، فما هو النشوز؟ النشوز معناه العصيان، أي عدم الطاعة، وهو مأخوذ من النشز بسكون الشين وفتحها. طيب، ونشوز المرأة معناه عصيانها زوجها، عصيان يعني لا يسمع ولا يطيع المرأة أو لا تطيع المرأة لزوجها، هذا يعتبر النشوز. وتعاليها عما أوجب الله عليها من طاعته، وتعاليها يعني كأنها لا تسمعها ولا تطيعها ولا تؤدي مثلا ما أوجب الله عليها من صلاة أو صيام أو غير ذلك، وأيضا لا تطيع يعني زوجها. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي تخافون عصيانهن، عصيان يعني عصيان من أو عدم الطاعة الزوجة للزوج. وحكم النشوز معروف، يعني حكمه حرام كما عرفنا، وهو كبيرة من الكبائر، يعني هذا يعتبر كبيرة، يعني ذنب كبير من الكبائر. قال الله تعالى: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، أي إذا طلب الرجل من زوجته الجماع إلى فراشه، معناه الرجل يريد أن يجامع أو يتمتع بزوجته، فلم تأته، أي المرأة لم تذهب ولم تطع زوجها، فبات أي نام غضبان، نام الرجل طول الليل غضبان، لعنتها الملائكة، أي أن الملائكة لعنتها حتى تصبح، أي حتى يعني حتى تصبح، بمعنى حتى من الفجر من الليل إلى الصبح، هذا حتى تصبح، رواه البخاري ومسلم. بما يكون النشوز، كيف يكون النشوز؟ متى يعتبر أو تعتبر المرأة ناشزة؟ هناك أمور نتكلم إن شاء الله بعد قليل. أولا، خرجت مثلا، إذا كانت المرأة خرجت من بيته، أي من بيت زوجها بغير عذر، أي بدون عذر أو بدون حاجة، يعني ليس للضرورة مثلا، من غير إذنه، بدون إذن من الزوج، ففي هذه الحالة هذه المرأة تعتبر ناشزة. لكن الخروج بغير عذر أو بدون حاجة، بغير إذن، طيب هذا أولا. ثانيا، إذا سافر المرأة مثلا، إذا الرجل يذهب إلى العمل في الصباح، بعد خروج الزوج خرجت، يعني سافرت الزوجة من بيت الرجل هذا وبدون إذنه أيضا أو بدون رضاه أيضا، هذا يعتبر النشوز. ثم لم تفتح له الباب ليدخل، الرجل يذهب أو يرجع من العمل ويريد أن يدخل إلى الباب، والمرأة موجودة في البيت، والرجل يعني طلب أن تفتح الباب والمرأة ترفض، لا تريد أن تفتح بسبب من الأسباب، مثلا في بينهما مشاكل وبينهما مثلا جدال، يعني المرأة غاضبة والرجل أيضا غاضب ويريد أن يرجع إلى البيت والمرأة لا تفتح الباب، إذن هذا
أيضا يعتبر من النشوز. ثم لم تمكنه من نفسها بلا عذر كمرض، أي بمعنى أنه يعني الرجل يدخل إلى البيت ويدخل إلى غرفة النوم، والرجل هذا يريد أن يتمتع بزوجها أو بزوجته، ولكن المرأة هذه الزوجة ترفض، لا تريد، وهذا بدون عذر، بدون عذر شرعي، بمعنى أنه ليس في حيض مثلا، ولا في نفاس، ولا بسبب مرض، يعني مرض إذا كان المرض خفيف فهذا لا يعتبر عذر. والعذر هنا بمعنى أنه عذر شرعي، أي عذر ليس عذر من الزوجة، أي الزوجة كأن أحيانا تأخذ أو تجعل عذر، هذا ليس عذر حقيقي، ولكن يعني تكذب على الزوجة، تقول أنها في عذر أنها مريضة هكذا، ولكن في الحقيقة أنها ليست مريضة، فقط تريد أن ترفض أو لا تريد أن تكون مع زوجها في الجماع. ثم أيضا الأمر الذي يجعل المرأة ناشزة إذا دعا الرجل، مثلا يقول darling please come to me، هذا example دعاها يعني، فاشتغلت بحاجاتها، ولكن للأسف الشديد المرأة مشغولة باستعمال التليفون مثلا، darling please come to me I need something، and then you know even though after listening to the call from the husband you know the wife still busy with her work for example you know or busy with the you know chit chat whatever they do on the telephone, this is also can be considered as misuse. ثم وجد منها زوجها اعراضا وعبوسا، اعراضا بمعنى مثلا حينما يرجع الرجل الى البيت ويريد حقيقة في قلبه أن تكون الزوجة مبتسمة، يعني تنتظر مثلا الرجل بالماء وبالطعام، ولكن إذا كان يرجع إلى البيت ووجد زوجته هكذا غضبانة مثلا، أو لا تبتسم، تذهب يعني هكذا إعراضا ولا يريد أن يقترب. المفروض مثلا حينما الرجل يرجع إلى البيت، من المفروض أن تكون الزوجة يعني مستقبلة له، يعني تنتظر عند الباب، ومثلا تأتي بالماء وتعطي للرجل، وثم مثلا أيضا تعد الطعام مثلا للزوج، ولكن حتى لا تفتح الباب، يعني الرجل الذي عنده مفتاح يفتح الباب، وحينما المفروض استقبال بمعنى الرجل، المرأة تأتي وتصافح وتسلم على زوجها، ولكن المرأة هذه حينما يرجع مثلا الرجل الزوج تذهب إلى مكان آخر أو تعمل شيء آخر، لا تأتي ولا تذهب إلى الرجل لاستقباله، هذا أيضا يعتبر من النشوز. أو سمع منها كلاما خشنا على خلاف عادتها وغير ذلك، هذا أيضا يعتبر من النشوز. مثلا عادة الزوجة هذه تتكلم بهدوء، تتكلم بأخلاق جيد، يعني كلام جيد، كلام طيب، لا تتكلم بكلام يعني يخالف الشريعة، ولكن في يوم من الأيام حينما يأتي الرجل إلى البيت بسبب أنها غضبانة she was very upset. Maybe the she had some rumors that the husband maybe you know had an affair or something like that. And the wife of course get mad, you know, get angry. And then when the husband come back, and then she does not actually talk to the husband politely, but rather go and scold him or maybe you know say something bad about anything, you know. But with the way that she talk is not as normal. Even though, as we know, the wife should talk, you know, to the husband politely with the, you know, a softer voice and all that, you know, show some respect to the husband. But it didn't happen. So if someone say, if the
For example, الزوجة يعني تتكلم بكلام خشن يعني بكلام التي تؤذي أو can hurt the feeling of the husband, then also that can be considered as نشوز. الآن ننظر إلى كيفية معالجة النشوز أو how to treat the نشوز case. أولا إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز, if we can find, we can see for example the signs of نشوز in a woman, for example, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. طيب كيف نعمل أو كيف نعالج and how we treat the nushuz case. أولا استحب له أن يعظها, أن يعظها بكتاب الله عز وجل. So the first step is basically for the husband is to advise her with what? With the ayah Qur'aniyah هنا بكتاب الله. ويذكرها بما أوجب الله عليها, and must, the husband must remind the wife to obey him as had been prescribed by the Quran. ويحذرها بغضب من الله سبحانه وتعالى وعقوبته. وأيضا أيضا يحذرها, remind her, you know, warn her, for example, for the punishment provided by Allah سبحانه وتعالى for those who go against the husband or become nushuz. ويستحب أن يقول لها إن الرسول قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنة. ويقولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة في رأس زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Among other things that is advisable for the husband, you know, to tell the wife or to advise the wife, among others is this one. Number one is this sunnah. It says a sunnah for the husband, you know, to advise the wife, saying that, you know, the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'a matat wa zawjaha anha radin dakhala al-jannah. Whoever, you know, any wife that, you know, the husband, for example, you know, husband is pleased, very pleased with her when, for example, if matat here, yani matat idha kana, if she dies, then she will go into paradise. Okay, so that but with the condition that the husband is pleased with her, I mean is happy with her, then she will go to Jannah inshallah. And also some other thing that need to be to use, can be used as an advice, is the hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, idha batat al-mar'a hajirat firash zawjiha la'anatha al-malaika hatta tusbih. So any woman who batat al-mar'a, yani sleep, and then avoiding the husband, you know, the husband become stay all night, for example, in the state of anger, for example, then la'anatha Allah malakat will basically will curse her, you know, hatta tusbih, until the dawn also until fajr. وأيضا وإن تحقق نشوزها, that one, the first stage when the husband see any sign of nushuz, then the husband should actually give her advice according to what had been suggested by Sharia, which is, you know, to remind her of the obligation that she should fulfilled, and also you know, telling her about the hadith and the advantages of being, you know, obedient to the husband, and also the punishment, you know, prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala for those who rebel or who actually does not listen to the husband. وَإِن تَحَقَّقَ نُشُوزُهَا, but after, for example, giving the advice and then remind her, you know, and a sort of thing, you know, to change her, but still she insisted or she keep, you know, doing or committing the act that can cause nushuz, then what happened? وصل على إعراضها هجرها في المضاجع. This is the second stage. What the husband should do is basically put her away from, or, you know, go away, do not sleep with her. يعني هجرها في المضاجع, meaning that you do not sleep with her. I mean, you avoid her or try not to sleep with her, you know, in the same bed. لأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديبها, because sometimes when you, for example, if of course you, if you are married, then you know
this is a part of psychological way of treating somebody. Sometimes wife also use this you know, as a weapon, but this is not, it's not right for her to do so. So, but for the husband has the right. For example, if the wife is nauseous, then avoid her, not sleeping with her. Then it will be, will affect the feeling of the, of the, of the wife. This is part of the lesson given to the wife. Yeah, a part of how we can actually educate the wife. والمراد بالهجر هنا أن يهجر فراشها أي بمعنى أنه الرجل لا ينام في الفراش أو under the same bed with the, with the wife. فلا يضاجعها فيه أي I mean the husband is not sleeping with her in the same bed. فإن صلحت فذاك وإن تكرر نشوزها أصرت على عصيانها كان لو أن يضربها ضربة تعذيب غير مبرر. Okay. If, for example, you avoid her or you are not sleeping with her in the same bed, of course you are not actually having sexual intercourse with the wife, hoping that she will change the attitude of her attitude. But if, for example, after you know few attempts, for example, you know maybe 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, you know you avoiding her, you are not sleeping with her, you are not sleeping with her, you are not having sexual intercourse with her. You know, you avoid her totally during the night time, for example. Then this also, if this did not change her, also then what would you do? Then we go to the third stage, which is to basically yudrib her. You can actually beat her, but of course, darb ta'dib, you know, for the purpose of actually to educate her. It's not to harm her. Okay, it's not to the extent that you hurt her or maybe you make, you know, you cause the injury of the wife. This is not allowed. But hitting her or beating her in the purpose of educating her is allowable in Sharia. Of course, you cannot go beyond that. I mean, if you want to educate your children, even your wife, so you have to be you know, some limits there. You know, you cannot simply go and hit them, you know, with all force, you know, and then, you know, make the bones broken, for example. And then also when you hit or you beat your wife or your in this case, you know, children also please avoid the faces. You know, the face you cannot it's not allowed to hit in this area, because it's this you know, it's a very sensitive area. There's ears there, there's eyes there. You know, if you hit, you know, very hard, then it can cause, you know, injury to the ears, the eyes, then it will bring the very, you know, big impact to the children or to the wife in this case. وأيضا الهجر أيضا في الكلام والمضاجع والهجر أيضا أيضا يعتبر boycott. هجر maybe you can boycott. You know, this maybe the term that we can use, the boycott, to boycott the husband and to boycott the wife. You know, not talking to her is part of it. It's considered as a boycott here. It's part of the you know, the process here. Okay, now what happened again? If تقرر نشوزها وأصر على إسيانها other drop. Okay, we finish this one. Okay, we have talked about this. Right. Now we look at this, the hadith, the dalil about the you know what have been told, you know, have been discussed. The proof of that dalil showing that we can actually, you know, the step that we should take, you know, in order to educate the children or to change, sorry, to educate the wife in this case, okay, as clearly stated in the Quran, وَالَّتِي تَخَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ. This is the first step, فَعِذُوهُنَّ, give her advice. وَهَجْرُوهُنَّ الْهَجْرُ الْهَجْرُ بِمَعْنَى avoiding her, boycott her, not talking to her, not sleeping with her in the same bed. وَضْرِبُوهُنَّ, you can beat her, you know, hit her. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. If she comes back and then obey you and as husband, then please do not proceed to any more you know, steps towards, you know, for example, hitting or avoiding or boycotting her, because you have to go back to the normal way.
Okay, she has already come back to you, obey you, then they will ask you, you should do it. Just live normal life, then that's it. You know, you as a husband should fulfill your obligation on that, and the wife also should in return, you know, to, you know, to do whatever is necessary for her to do, you know, fulfilling all the responsibilities and all that. Inna Allah kana aliyan, aliyan kabira. Taib. Now we talk something a bit different. We've been talking basically very much on the nushus of wife. Now look at the nushus of husband, nushus of zawj. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصله خير. مثلا this is considered as a nushuz, meaning that the husband sometimes can become nashis or nushuz. How the husband also can be nushuz? Okay, this is number one. ضرب زوجه ضرب مبارح. If, for example, the husband beat his wife, for example, with caused the injury or all that, you know, broken bones and you know, all that. If this happened, then the husband is considered as nashis or nushuz. That's number one. Number two, ولا يعطي النفقة. النفقة, as we know, this is an obligation to the husband to pay the nafqa. Okay, regardless of the position of the wife, sometimes wife earns more than the husband. But in whatever case, the husband is still, you know, it's an obligation for him to pay the nafkah. This is the obligation of the husband, it's not the wife. Okay, then if the husband failed to pay the nafkah, or refused to pay nafkah, or, you know, saying that the wife had more income than him, then it's not allowed. It's not allowed. I mean, basically, the husband is considered as nushuz. واستحب لها أن يعظه بكتاب الله. Same case. If anything happened, anything bad happened, the best solution, the first stage, you know, if the wife, you know, become nushuz, and also same case, if the husband become nushuz, what you have to do is basically to advise her. You know, the husband advise the zawja. Zawja Aydan has the right, same right, basic equal right to also give advice to the husband. It doesn't mean the husband all the time give the advice, but the husband also, you know, in certain circumstances has to listen to the wife as well. You know, especially when it comes to the shoes. Okay. وَيُذَكِّرْهُ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. And then you have to politely say to the husband, please darling, you know that in the ayah Qur'aniyah, Allah says that the husband must pay the maintenance, must pay the nafkah, must take care of the wife, the, you know, the children, you know, be polite to them, be loving, be caring to them, you know, this is all teaching of the Qur'an, you know. You know, we are all Muslim, for example, you know, I love you and I know you love me too, for example. That's the polite way, loving way or caring way of, you know, how to advise the husband. طيب الآن نتكلم عن الموضوع الأخير في هذه المحاضرة وهذا الموضوع هو الشقاق. طيب متى يحدث الشقاق؟ الشقاق يحدث حينما تعذرت إزالة الخلاف. فإن استحكم الخلاف بينهما وتعذر إزالته بواسطة الزوجين. أي مثلا the couple, you know, the spouses, you know, the husband and wife have a conflict between them. And then this conflict cannot be, you know, solved. Cannot be solved. You know, they cannot come into a term, you know, in agreement. They can agree on things that they have been, you know, having a conflict between them. So what happened is استحكم الخلاف بينهما. So this case should be brought to the court for the hakim, for the judge to make a decision. وجب عليه يوصد بالإصلاح بينهما حكمين مسلمين. What should be done? The hakim then will appoint حكمين مسلمين, two person, you know, who both of them perhaps, you know, adlaini, they must be adil,
مسلمين عارفين بطرق الإسلام and then must be well known or must be well versed in terms of you know solving the problem. It's not the one who just you know take anybody who can you know who cannot solve the problem. I mean or creating more problem. It's not that person. It's will be called to solve the problem. So hakam means somebody who is well versed in Sharia, for example, well versed in the and have a vast experience in solving people's problem. Then these will be qualified to be hakam. So two person will be called in or will be invited to be hakam who basically been appointed by the hakim to solve this conflict between the husband and wife. ويندب أن يكون أحدهما من أهل الزوج. So this is basically سنة أن يكون واحد من الحكمين من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة. وهذان الحكمان وكيلان للزوجين بمعنى they will act as an agent. It's like a representative, you know, for husband and wife. ويشتر رضا كل من الزوجين بوكيله. Then there must be some sort of agreement between the both parties, you know, for these two person to be representing them. You know, there must be some agreement on that. Okay. Then after that, we go for the problem. If the problem arise, for example, if the اختلف الحكمان. Okay. For example, these two person who being, I mean, we so-called an expert in this matter, cannot come into a conclusion, for example, cannot get the solution. ماذا يحدث بعد ذلك؟ بعث القاضي حكمين غيرهما. So the Qadi basically has the authority, has the right to call and to invite two more person, you know, to become hakam. Okay. كما قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن كان إن الله كان عليما خبيرا. Meaning that if you know anything, any conflict you know happens between husband and wife, then you know both of them must come a solution. The solution will be you know, appointing the hakam, which who is basically being appointed by the qadi. The qadi will then, you know, leave the matter to the hakam. Hakam to decide if they can solve the problem. That's it. Finish the problem. I mean, settle everything. But if they still cannot come into an agreement on certain issues, then qadi has the right to appoint two more hakam. You know, same one from the husband's side, one from the wife's side. If they still cannot solve problem, then the Qadi still have to find ways how to get the better hakam who can decide, who can basically come into the final solution for that, inshallah. Okay, that's all for today, inshallah. Thank you very much, and I'm so sorry if there is some mistake there, you know, this because recording and editing the video is you know it's very difficult, it's very troublesome, but this is the best way I can do, and hope you enjoy watching this video, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أحييكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي مستشارك القانوني. اسمحوا لي في مطلع هذا اللقاء أن أشكر من شارك معنا في الدورة الأولى من البرنامج، وأخص بالشكر أخي الزميل الأستاذ محمد الشيخ والأخ أستاذ محمد المشعلي وفريق الإعداد الذين ساهموا معنا في حلقات البرنامج السابقة. نحن بدءا من اليوم نعتزم إن شاء الله أن يكون ثمة حوار مع عدد ونخبة من المتخصصين في القضاء والقانون. باكورة هؤلاء الذين نستقبلهم أخي العزيز صاحب الفضيلة الشيخ حمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، فأرحب به أجمل ترحيب في هذا اللقاء الميمون المبارك إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا، ونتشرف بهذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يعيننا على ما أكل إلينا في هذه المهمة،
ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب. أعيد الترحيب بك أخي شيخ حمد، وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة سيكون حديثنا اليوم، وبناء على أنه اختصاص وتخصص الشيخ حمد هو في المحكمة العامة، وسبق ويعني شاهدت تصريح لك فضيلة الشيخ حمد تتحدث فيه عن أن المحكمة العامة، المحاكم العامة في الغالب غالب ما يكون لديها من القضايا المعروضة هي قضايا الأحوال الشخصية، بمعنى أنه تقريبا حسب الإحصائية التي أشرت إليها 70% مما يعرض في المحاكم في القضاء العام هو من قضايا الأحوال الشخصية. ولا شك أن على رأس هذه القضايا في يعني وأشدها خطرا وأكبرها أثرا قضايا الطلاق، التي طبعا الشريعة رعتها في مقاصدها وقواعدها، وأتت بالضوابط التي تجعل من الطلاق علاجا ناجعا، وتبعده أن يكون أداة مثلا للمعاقبة، أو أن تنعكس آثاره السلبية على الأولاد وعلى العائلة وعلى الأسرة، باعتبار أنه لا يوجد في هذه العلاقة الزوجية رابح أو خاسر، إما أن يربح الجميع من خلال شراكة مستدامة في علاقة زوجية دائمة بالمعروف، أو من خلال متاركة بالإحسان كما قال الرحمن يعني في أوضح صورة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا معنى بلاغي بديع يشير إلى أن التسريح يكون بإحسان برتبة أعلى من رتبة الإمساك، وهذا معنى نفيس ربما يعني دائما يعني يلزم التنبيه إليه. لا مانع قبل أن نبدأ شيخ حمد في الإجراءات ذاتها وعكسك للواقع الذي تشاهده وتوجيهك بخصوصه، أن تبدأ يعني حول هذا الموضوع من خلال مشاهدتك والآثار التي تجدها، ويعني ما يجب التنبيه إليه كمدخل وتمهيد للحديث حول هذا الموضوع. نعم، أشكرك حقيقة على المقدمة الضافية، لم تترك لي ما كنت أريد أن أقدم له من أهمية هذا الموضوع. الحقيقة حجم القضايا الأحوال الشخصية في المحاكم يأخذ حيزا كبيرا، قد يزيد، أنا ذكرت في تصريح سابق أنه في بعض المحاكم قد يأخذ نصيب الأسد من عمل القاضي، ربما يصل 60-70% من عمل القاضي كله في قضايا الأحوال الشخصية. قضايا الأحوال الشخصية إذا أردنا أن نتكلم عنها بشكل تفصيلي تشمل قضايا الأسرة، قضايا الطلاق والحضانة، قضايا النفقة وقضايا الزيارة ورؤية الصغير ونحو ذلك، وأيضا قد تشمل في باب أوسع قضايا ما يتعلق بالأوقاف ونحو ذلك. لكن عندما نتكلم في باب الأسرة فقط وقضايا الأسرة نجد أنها تشكل يعني أهمية كبيرة في المحاكم، بالإضافة إلى حجمها في المحكمة وحجم الجهد الذي يبذل لأجل هذه القضية في المحكمة، هناك حجم أيضا مسؤولية على القاضي، لأن القضايا التي لها الطابع المالي والمادي يكون هناك مثل ما تفضلت قبل قليل، هناك رابح وخاسر، هناك وضوح في القضية، وهناك أحيانا يعني ارتياح للقاضي عند إيقاع الحكم، يعني سواء حكم المدعي أو المدعي عليه ووقع الحكم بعد اجتهاده وبعد تقدير وبعد قراءة لكافة عناصر القضية وتأمل فيها، أوقع الحكم بارتياح، ولا يعني بعد ذلك أن يكون الحكم أن فلانا رابح أو فلانا خاسر. لكن في قضايا الأحوال الشخصية مثل ما تفضلت لا يوجد فيها رابح حقيقة في الأحكام، ولا يوجد فيها خاسر إلا في حالة يصل القاضي بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى العبور من هذه الأزمة بالطرفين إلى بر الأمان، حيث يصل بالطرفين إلى نتيجة تكون فيها مراعاة لحال الزوجين، أيضا إذا يكون هناك أطفال مراعاة لحال أطفال لحال الأسرة. يعني ليس سرا أن كثيرا من القضايا التي نراها في الجهة المقابلة في القضايا الجنائية في جنوح القصر وجنوح الفتيات تجد أن في تحليل بسيط لهذه المشاكل أن سببها وجود أسرة مفككة، غياب القدوة للحدث أو للفتاة في الأسرة، فتجنح هذه الفتاة لتبحث عن الأمان الزائف الذي قد يوقعها في المشاكل. بل أكثر شيخ حمد، أكثر من 70% داخل دور الملاحظة ودور الفتيات هم يعني ينتمون إلى أسر يعني دخل فيها الطلاق، وكان يعني ربما هذه واحدة من الأسباب لهذا الجنون. وهذا الكلام جميل، وذلك المشرع المملكة العربية السعودية عندما يعني أرعى هذا الجانب يعني حقيقة أهمية كبيرة.
نجد ذلك في حجم الاهتمام في داخل في التعليمات التي ترد للقضاة، أيضا في الأنظمة التي وردت التي كانت ولا تزال يعمل بها القضاة في قضايا صحيح. الأسرة، وتجد أنها متجددة ويرد عليها التعديلات المستمرة، ومن أهمها ما يعني ما في الآونة الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة ما يعني استقر عليه الوضع، بأن مثلا للمرأة في القضايا الزوجية أن تقيم دعواها في بلدها وبلد الزوج، للمدعي بالنفقة أن يقيم دعواها في بلده وبلد الزوج. بل حتى شيخ حمد ذات طبيعة الدعوة في تقديري أنها مختلفة، يعني إذا تحدثنا عن دعوة مثلا الحضانة وأنها دعوة تتجدد، بمعنى أنه حتى لو صدر الحكم اليوم بأي اعتبار ممكن أن تقام الدعوة بعد شهر أو شهرين بحسب ما يستجد من حال المحظون من حال الحاضن وصلاحه أو انعدام هذا الصلاح أو زواج المرأة أو طلاقها ونحو ذلك. فنحن أمام دعوة لها طبيعة خاصة كما تشير إليها، طبيعة خاصة في تأثيرها على المجتمع، في أثرها على طرفيها، بمعنى أننا يجب أن نغلب مشروع المصالحة فيه، وهذا الشيء رعته في بعث الحكمين وسنأتي إليه. قضايا الحضانة نردت ندخل في قضايا الحضانة مباشرة، أنا أقترح أن نؤجلها، لكن أنا أشير إلى أنه ثمة طبيعة مستثنات في قضايا الأحوال الشخصية في أثائها المترتبة حتى في بلد إقامة الدعوة مثل ما أشرت، حتى في تجدد إقامة الدعوة وفقا ما سيأتي إن شاء الله. فدعنا شيخ حمد نبدأ بهذا بموضوع الطلاق، وكما سبق فالشيعة في مقاصدها الظاهرة والواضحة والكبيرة في رعاية الأسرة وحماية هذا الكيان رسمت أصولا كثيرة، يعني في مقام التشريع، يعني كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو طلق الناس طلاق السنة ما اتبع رجل امرأة، يعني لو لزم طريقة السنة في إيقاع الطلاق السني المعروف وتبقى في بيتها ولا تخرجوهن من بيوتهن وتكون هناك عدة، ويذهب الغضب بطبيعته لأنه لا يستطيع إيقاع الطلاق إلا طلقة واحدة وفي طهر لم يجامع فيه ثم تبقى في بيتها، كل هذا سيدعوه إلى العود والرجعة وفق ما هو متقرر. هذه الصور في الفقه الإسلامي تدعو تتشوف إلى التحام هذه الأسرة وبقائها، وهذا معنى يعني في غاية الأهمية في ذات التشريع. ثم عاد عند وقوع الطلاق لا تنسوا الفضل بينكم والمتاع الحسن والمطلقات متاع بالمعروف، وسنأتي إليه. بودي شيخ حمد أن تفيض في ذات إجراءات الطلاق بشقيه التي تتعلق بالإثبات داخل محاكم الضمان وأيضا النزاعات المنظورة بين يديكم في القضاء العام. النظرة إلى قضية الطلاق في المحكمة العامة، طبعا مثل ما تفضلت الطلاق الفرق في النكاح يعني لها عدة أوجه، إما أن تكون بطلاق، إما أن تكون بطلاق من الرجل بإرادة الرجل بإرادة الزوج المطلقة والفردية ولا دخل فيها لإرادة الزوجة، وإما أن تكون بخلع والخلع المغلف في إرادة الزوجة وليس إرادة الزوج، وإما أن يكون النوع الثالث هو الفسخ والمغلف في إرادة القاضي وليس إرادة أحد، طبعا مبني على إرادة الزوجة لكن يكون الفسخ النطق بالفسخ من القاضي شيء ثبت لدى القاضي. الطلاق إذا كان طلاقا يعني نابعا أو بناء على إرادة الزوج فإنه لا علاقة له بالمحاكم العامة ولا يكون مبني على شكوى، إنما تقدم الزوج بدعوى أو بطلب تطليق زوجته لإحدى المحاكم ضمان الأنكحة أو المحاكم العامة التي لا يوجد فيها في المدرة تلاجس محكمة الضمان والأنكحة. أقصد أنه لا علاقة له بالشكوى، لا يكون مبني على شكوى ولا يكون مبني على دعوة من المرأة. تأتي دعوة الخلع ومطالبة المرأة بالفرقة من هذا الزوج لأسباب تريدها، إما في دينه أو في خلقه أو في ذاتها بأنها تكرهه، كما ثبت في حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لما تزوجته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ثابت رجل لا أعيب عليه في دين ولا خلق ولكنني أكره الكفر بالإسلام، فسر الفقهاء طبعا قالت بأنها كانت تكرهه كرا شديدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وارشده من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلع، وهذا هو التأصيل الفقهي الصحيح للفرقة بين الزوجين. فما دامت المرأة تكره ومستعدة ببذل الخلع ببذل عوض مقابل الفسخ مقابل الفرقة فهذا يكون خلعا مبنيا على إرادة الزوجة. النوع الثالث هو الفسخ عندما تدعي المرأة على الزوج بعيب في دينه أو خلقه، وهذا العيب من فواسخ النكاح أحيانا قد لا يكون إما يكون عيبا في دينه أو في خلقه أو في خلقته،
وهذا من الأمور التي لا تكتشف الزوج إلا بعد الزواج. يحصل أحيانا التي تحت الثياب. نعم يحصل أحيانا أن المرأة اكتشفت أن زوجها مريضا بمرض معدن أو بمرض تناسلي أو هناك عيب في يعني لا حياء في الدين, هناك عيب في أعضائه ونحو ذلك أو في خلقته لم تكتشفه إلا بعد الزواج. فهذا من حقها أن تطلب فسخ النكاح لأنه بذلك يكون غشها, إلا أن يكون وضح لها ذلك قبل عقد النكاح فلا حق لها في فسخ حينئذ. وسائل إثبات هنا يا شيخ يمكن تكون شيخ حمد أخطر مسألة وسائل إثبات للناس في وسائل إثبات دائما تدعي المرأة أن لديها حقا وأنه لم تستطع إثبات هذا الحق. وسائل إثبات تتعدد أو وسائل إثبات هي اللي تأخذ الشق الأكبر في الإشكال في هذا الموضوع. في قضايا الطلاق تدعي حين المرأة بأن زوجها طلقها وتطالب بإثبات الطلاق, تطلب منها البينة تقول طلقني وأنا في البيت ما فيه إلا نوية, طلقني في مكالمة هاتفية, إذا كان حظها يعني جيد تقول طلقني برسالة جوال وأنا محتفظة برسالة الجوال, وعند ذلك إذا ثبت أن هذه رسالة جوال صادرة من جوال فتعتبر بينة. في كثير من الحالات يصعب على المرأة أن تثبت التجاوزات الأخلاقية على الزوج, يصعب على المرأة تثبت أنه مثلا طلب منها طلبا غير مشروع مما يفسخ به النكاح, يصعب على المرأة تثبت أنه مثلا لا يصلي أو يمضي الوقت تلو الوقت وهو لا يصلي. فهذه كلها قضايا تطالب المرأة تقول أنا أشوف بعيني لازم تصدقوني. في القاعدة لا بد من بينة, يعني لا لا أعطي الناس بدعواهم, لا ادعى رجال دماء رجال وأموالهم, ولكن البينة على المدعي واليمين على من